5 اتحاد الشرطة 2، كل الأهداف وجلها جاءت في شوط واحد. صالح يلعب الكرة إلى ممتازة والسادس جول، رامي ربيعة، صالح جمعة ووليد سليمان، والكرة ولا أحلى، صالح جمعة ورأسية رامي ربيعة، ثنائية لرامي ربيعة، والسادس للنادي الأهلي، ثاني أهدافه بنفس الكيفية للهدف المباراة اللي سجله في الشوط الأول بالنسبة لرامي ربيعة. وهذا هو المايسترو في هذه المباراة، هذا هو المايسترو اللي تألق وتفنن وتلألأ في مباراة اليوم. هنا صالح جمعة إلى وليد، صالح لعبها ولا أحلى من خلال هذا الكروس، رامي ربيعة يحطها ويسجل الهدف السادس. صالح جمعة كان الأسس في 4 أهداف وسجل هدف، يعني هو نجم المباراة بدون منازع. صالح جمعة صنع 4 أهداف من أصل 6 وسجل هدف في هذه المباراة. تعود مرة ثانية، نصف دستة من الأهداف في